يستحق بها مكمل. دريك ده سندر كم دريك عليوي أمام مجدك أفردي كرد الإمام ترمذي رحمة الله عليه هو أو بيعمل الإمام ترمذي رحمة الله عليه حالات المرسلة كرد المصنف أو مصنع يعني مؤلف أو مؤلف هو الضوائي حالات المؤلف أو حالات المؤلف دام ذلك الرجل والسلام مبادئ لعلم حديث أولنا خير قوي دام طول خلاص رن قوي وصف معنا سيمدلتا كتاب يورو كتاب يورو دائر من حسم اختيولة لو تساعد خيال وماذا تمكيوه لهم لإمام ترمذي رحمة الله عليه شعوره ده بسم الله عنه الله ده بسم الله إمام ترمذي قوي ويا لك تدع عمر ابن تبرزد مقول الله يتساعد لهم تحبك ريبي عمر ابن تبرزد مقول الله عندا يا عمر ابن تبرزد أحد حلية ولا مقول الله لذلك ما شعوره بريها وقلت ولا بسم الله رغل هاي وقل الشريع قد لك تقرار من دلقي ربنا نسبت بانده دا بسم الله دي مكيا وبرا دور بسم الله دلتا امام ترمذي رحمة الله عليه ده ده ذكر کرده مكيا ده ذكر کرده وشون كي دب لئي راتا دو ده راتا ربنا نسبت بانده دي بقر بسم الله اتفا وبرا او دلتا بسم الله راتا ودلتا بيه اسوال راشيس كي امام ترمذي رحمة الله عليه تكسير في الأسوال كبخاري كما انتظر بابا جينا ويدي في إمام ترمذي رحمة الله عليه الذي يقول كتاب شروع بسم الله الرحمن الرحيم تسمية كي بابا تر بسم الله ولي رب أو حمد ولي رب حديث كي قد بسم الله ولا حمد تدوار ذكر بل كي حديث كي قد الصلاة على النبي ذكر بل كي قد تع حديث بين باقي كي قد تشهود ذكر في تشهود نما شروع كي نبدأ سؤال دلداري كده بسم الله من اتفاع الله أو ده حمد في حديث عمله نقل بسم الله ولا في حديث عمله أو ده حمد في حديث أو ده صلاة على النبي في حديث أو ده تشهد في حديث إمام ترمذي ولي عمله نقل ده يبدأ ويش خبر فده كبر الرمبي خبر بلغم في إمام ترمذي رحمة الله عليه تأسي وقلا في القرآن الشريف ده أول ما نزل أول ما نزل من القرآن اقرأ بسم ربك الذي خلق تلقي منزل القرآن بسم الله نجور شبه من تأسيه واتباع أول ما نزل من القرآن اقرأ بسم ربك الذي خلق تقول جواب دي ولذا جواب دي لكن بقية سؤال الذي تتأسي لغي قولك للا اقرأ نجور شبه أو لا تكون بدل شروع شوي الله قرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق بدأ باسم ربك الذي نمحي اقرأ على قصده فقرأ الشريف نطقه تأسي فكرة أول ما نتعلم جواب داري ما نصر لأسأل شروع أنت بسم الله شوي بسم الله بسم اقرأ باسم ربك شروع شوي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ولا إقرأ دا مقدم عارضي مقدم شبه عارضي سمعنا في رسول الله مقارنة جبريل عليه السلام بار بار وي في إقرأ اللولا أو رسول الله مقارنة فرما إما أنا بيقاري وبيا وقتوي إقرأ بيا وإما أنا بيقاري وبيا وقتوي إقرأ بريدنا وبيا وإما أنا بيقاري وفي جبريل عليه السلام حضور الفاتح ورمائي الفاتح ودني فرق تانيا ودري سالة مالا قطيرا كري ومالي قطي سرمات ودقت ويجي اقراقا وما يمانتنا بقارئين ودردي وجهة الذي اقراق اللفظ اهتمام بيلا لقد تتعطى كل الوقت لنشم لستي تبيادة تقول لدوقت لنشم لستي وقت أصبار مدرت مهياك فلي فرح لدام دي كمشا بولنا او د بیا مې نه سمجهسته د دې باندې دم دې کوم بیا چا وره نه وځي او د بیا مې سمجهسته د دې بیا دا کار نه دې کوم مینا د سره کوم محبت د سره کوم وصل د تلا سره کار نه چا وځي بیا وره لا ته بیا دې سمجهسته نو د دې خیرات او اهتمام پیدا کړ
واهتماما للقراءتين لا اقراء مقدم شيء اهتمام بالغناء هو يعني عارف يتوقع تعارف توجه المقدم هو حروف اقع باسم ربك الذي خلق دوه مرتي ورم تويما في شورو ده باسم ربك الذي خلقنا لي لا اقراء مجرور من هذا شيء دا فتور ده جملة مقدرة ولا شيء لك مثلا يوم ما شوف ده او لا تعرف بچه كل صورة سيبارة كروه ده سيبارة ده خيره اول فرده ده سيبارة اول كي بسم الله نو ده اردت ده بسم الله شروع كوما لیکن اردت ده يوكده كي وي ما ده ارده انشاب بچه قولوا لك شاب وايا ما سر وايا على بچه ما سر وايا بسم الله الرحمن الرحيم على شاب ما سر وايا نو ده دا چې دا کې اله ما سره کوایا نو ته به سره سبا چې شروع یې دا ما سره کوایا نه کوو او په بسم الله نه کوو سره سبا به چې قاعده ما شو ته شروع په بسم الله نو ما په بسم الله نه کوو نو کا ما په دروي چې شاو به چې ما سره وایا دا څنګه شروع دا اقرا بسم ربك الذي خلقنا له او دا 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 بسم بسم ربك الذي خلقنا له اقرا فتوضا جملة منقلدة فأول كلا غير فالسؤال كما تبيع رولو بي بيع رولو بي اقرا بداية جملة منقلدة زارة او دا القرآن شروط ندا او شروط دا بسم ربك الذي خلقنا له نلما ذكر لفظ اقرا في الكتاب يو قريبا نتك اشارة فدا اقرا نبي رولي شبه او صرف بسم ربك الذي خلقنا له شبه واحد واهم وهم كو اذا جبريل اقرا كم وي كذا جبريل لقد لا 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 ایک اشارت دے کرے کہ یہ برج صرف اور صرف واسطہ کے تعلیم دے اور دا مخلوق در رب العالمین دے طرح کرے حتیٰ کہ کہ جبریل دا اپنے نہ کم اقرا لفظ کی تھی فطور دا جملے موقع لے دے کہ جبریل دا اپنے نہ کم اقرا لفظ کی تھی نتا ہم در رب العالمین دے طرح کرے اصل معلم اللہ دے او متعلم رسول اللہ دے او جبریل واسطہ کے تعلیم دے او واسطہ کے تعلیم دے مجادن دا معلم تحقیقی بل دیرا دی علمہو شرید القوا جو مرد ان کا سواج سوال رکے دیتا کو علمہو شرید القوا را گلے بلے معلم دے مجادن واسطہ کے تعلیم بانے اطلاق دا معلم کیلی نو کے خراج پتر ایو تور دا جملے محترے زیر تو اے بیار اللہ ملے بولے رونا با اول کے ما ہوئے دے کے اشارت دے کرے ان اصل معلم سوکلے اللہ لے جبریل واسطہ فی التعلیم دے حتی کہ دا کم ابیو لم انترے دا استاد بل ماشود بچی تا ہوئی کہ بچے واہیا دا الفاظ دا اللہ یا دا جبریل دے تو یہ خدا شوا کہ اقرا اہتمام پیدا کرو خدا عارض دا وہی مقدر شہر دے اور دیو دا نا 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 اہتمام دے شروع دا بسم رب کنا دے کیا نے بسم رب کنا او دا اقرا فتور دا جملے محترے دے رو بلے شہر دے او ذکر ولد التحیلی تو دا وهم کنگی کہ یعنی اصل معلیم جی بری دے یو خلق دا تا وهم کنگی کہ اصل معلیم جی بری دے نا دا چکم جملہ محترے دے اقرا الفاظ دے دا تا جی بری دے رب العالمین دے دے واسطہ کے تعلیم دا دتی وجہ نہ مولانا صاحب محققین علماء دی کی دلتا کہ دا بسم رب کا لذی دے پار متعلق دا کہ قرآن نہ دے دا اقرا متعلق نہ دے دا بسم رب کا لذی کلا دے متعلق محذوف دے اگر اس تو دے دا اقرا پس پتہ ور دے جملے متعلق دے ور چھے بیٹھے دا جملہ دا دی بھی جواب سر لائے گی بنا پر جواب اول کو اہتمام پیدا ہو نو دے کرا اس کو ما مخ کے کر اللہ اکبر بتاؤ پر بنا پر روندی جواب دے کرا اس پیدا ہو اہتمام پیدا ہو تو پیدا ہو اہتمام کہ پیغمبر مبارک بار 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 وہی کہ ما انا بے قاری ہے تو اہتمام پیدا ہو نو دے کرا اس کو مطلب دا عامل مقدم ہے تو دے کرا اس کو دا حسن پیدا د تروس تو د حسر د پارا وی شروع د الله پر موشي او حسر د احساس پر شي او د عارف تو جن مقدم شو به اهتمام دي بنا پر جواب دي سادي اقرا عامل د لپا بسم رب دي کاتي دا عامل د لپا دا متعلق د دې د عامل د اصل عامل د لپا اقرا
باسم ربك اقرا، باسم ربك اقرا، مرتبه اقرا عامل دي ومرتبه عامل مقدمه لي وما يقتضيه لما حضر التاخير يا تاخير لما حضر التاخير بعد الحصر والاستفاق والكي نظر السكر باسم ربك اقرا خاص فنند ربستا قولوا لا دعوه لكي يقرا الستائل زمني اعتراض لغير ما جوابه صار ربيع الاخر إذا تجد إمام ترمذي بسم الله شروق فلا أو محمد رحمه الله ولي تأسيه من أول ما نزل خلاص خارج كم إعتراض لا إعتراض كتب كده القرآن ده ربيع شروق شبه التاريخ تبقى ده ما هو هذا كده القرآن ده ربيع شروق بوما في كم مسألة مكتوب في المسائل دي من بسم الله محمد دوار أو كده أول ما نزل تبقى دوار ده في الكلام ده تايو دوار دين جواب سري دوين جواب داشو دا جواب دا كولو نشو حمد نوالي شروع نشو صلات نوالي شروع نشو و تشوت نوالي شروع نشو دا جواب دا كولو نشو دا دوين جواب جواب دا علماء دا صرف دا يوم جواب دا حمد وعلا دير مشروع برجر قطر دا جواب چاہی لیکن ها دا جواب عن الاعتراض الذي على اعتراض أوردناه لإرادة لعدم إرادة الحمد فقط بحمد ولله فذلك في مراد الحديث تحمدنا كل أمر الدبان لم يبدأ فيه بالحمد لا غير مراد التنفس وحام بان لا غير مراد إظهار بصفات الكمالية ودبار الله سمع معنى كل أمر الدبان هر أمر بذيبان لم يبدأ بالحمد في شروط نشي فإظهار صفات كمال يو دبار الله فحمد مراد دا حامي بان ندي الحمد لفظ ندي مراد مراد شيء دي معنى دا حمد معنى دا حمد دا لفظ دا حامي بان ندي مراد كل أمر ذيبان لم يبدأ فيه بالحمد في شروط نشي فإظهار دا الله دا كلامه دا الله دا صفاته دا إظهارنا نقطة أقطع دي دا أقطع دي من أغا إظهار دا صفاته كما اليوم مراد إلى حمدنا أغا بسم الله سبحانه وتعالى شكرا الرحمن دا لا صفة كمان دي أو الرحيم دا لا صفة كمان دي ودا جواب سير دا حديث محمد نقول دا نور ننقوري بس فلاتنا دا جواب ندي وقتين جواب دا نور دا شكاوتنا دا جواب ندي دا بيت جواب دریم جواب سره دریم دا چې ممکن ده چې امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا تلفظاً حمد ولا تشهد به دا بیا د کوم جواب بسم الله کله مقدر او محمد او صلات علی النبی او تشهد دا به تلفظاً نه وي موږ مسلمان څه کوم مشهور مشهور خبر ده چې ذلن المؤمنین خیر مسلمان څه کوم إذا بخدمان أو تهدى أبدا إمام محمد بن حنبل في أغبى كلام كتابك كي تبي غنبر من بلاده قولة رسول الله مبارك في راشي درود شريف ويوي أبو صار تبي حكم برود رتاك الرجل من سبع كواه تبي اسم إنه أغبى سجل كو أغبى تلفوس كو كتابك منا كو أغبى رسول الله مبارك من كتابك كولي كو تلفوس بينك وصلى الله عليه وسلم بعده تا کتابت پہنے کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ دا خودر میں اتفاق ہوئے جب میں ممکن دا یمکنوں رفت دے کوئے اور اللہ دا پتا جب میں خود گمان کو پہ مطلب نہیں دی کہ دو پٹھول و حالی سبان عمل کری تو ممکن دا کہ دبا سنگی احمد ابن حنبل دا درود شریف کا حدیث باندے طلب خودر عمل کئی کتابتا نہ کئی نتبان دا ضرور اور دا تشہود او دا حمد دا دریوار حدیث باندے دل خودن عمل و گری بھی او کتاب تا پیدا کرے دو جواب شو سرون جواب سرے سرون پاس علماء تا سوئے دیتا پکار کیا کہ ہم دا کہ حضم اللہ نفسی ہی دزانہ جدی ہے کہ اپنی کتاب دا اللہ دی کتاب آبا بولنا تا اسی میں کتاب اپلا تا اول امان اندرہ خدا اللہ کتاب پر ماسرہ کم پروتے پا سینہ کے وما سر كفا صفق في قلت يا لما كتاب دوما نتلا الله ذي كتاب على بعيد زاني عجزة زاني كم فلا تواصل يوقع فلا عجزية وفلا وفل كتاب
دير القرآن برابر نبغى القرآن في بسم الله محمد دير لكما سمع بسم الله هو محمد بزرعه نقلين بقافية كتاب صاحبه دير في هذا التواضع زدوي التواضع الانكسار توي هذا التواضع توي الانكسار توي هذا مسل زعم تبنى لأن دوله تبيلي كي نتواضع الانكسار هو ذكر ذا عبادت لفتر عبادت ونحن بايدا في حمد الأولى قال تعالى حمد تقوى سكور صفات ما لندي تعالى سابق دا جملة صفات كمان بالمخلوق لندي تعالى سابق دا جملة صفات كمان دا علوق وأسمان كذبي نما ودا تعالى ندى سابق دا تعالى أسمان لندى سابقا دا تعالى سابقا دا تعالى سابقا دا أسمان بعليمه دا تعالى كيسا ليه مماثي وعالم كتاري وأن لا استعمى قبل كيس شيئا دا علم تعالى ماذا هو ده موجودات كاري وتاس موجود دي طب أول وجود دي بين العالمين مخيم عالم دي نتوب في عالم العالم مخيم عالم ونتوب عالم العالم دي على كما شو لدى فكرة كيدا ذا كان في الطهر المتخلل بين الطهر المتخلل بين الزمان الطهر المتخلل بين الزمان ده قرن الوجود المتخلل بين العالمين عالم ما كم عدد الصور يقال الناس تالي تجي ثم تقول يا أستاذي أو ذلك أبا أستاذ ذكر كم أو أستاذ حمد ذكر ذات استعماله أنت مستحيل يقول الصور ملي زين ما مستحيل زين حمد بكر ذلي مستحيل أصل مستحيل ذلي تشكر كيف لي صفات ونصر شكر ذات من العالمين دي نسؤال بعد إنت حواضوك ذكر إذا حمد ذلك لذلك فكرت حنا التواضع في سورة الله حمدنا به الله الذي برأي سابقا وسلطان كمزوري 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 فكرت حنا التواضع التواضع الانكسار هذا للنفس نادي ذكر ذا جواب ذا دوا حيثية شو حيثية دوا حيثية يو سليم موكي يو ذاكي تاكوا جو ملاوطة قتل او دي احسان تا بل ناري موكي اقوبستا ملاوطة قتل بي احسان تا فمولا شاكر دي سيرا دو باجي با احسان تا احسان تا اما موكي تاكوين تا بي احسان تا اما لي مبازي تا بي احسان تا وي يابل انا تنسو خالا في موكي تاكو دي دا باري تاكو كده باري موسى تا كو دي دا تيري دي دي كوري با فل تاري دي تنسو آوه يوم اما دي نير باري ما بي احسان دیوے جے ہوئے سپدے نے تے ہوئے سٹ بلا موقع دے لا کے دے اسی نے سبب سن دا کر ونو مسلمان پہ ہونے سی تو اس دے وا تو دیوے اس تو ماوے اچھا اگر تا کو سو ما پدی دے تو اس تو نیو موقع دے کٹا کول او محسن تو کل ما محسن تا اضافی دے کرو بنسبت سر دا موقع پدی نے سبب اول کہ مسلمان پہ پیدا ہوا ہے عمل دے ان دا موقع پدی نسبت وستن تو سو دا کر ونو پوری عمل داشي دلتان شوا وصلا شمانا سيرا فردا حيثية دا حيثية يدو قطان عجلتي بيما وطول سيبتون مخلوق لنا سابقا ودا سابقا وقدي سيبتون التشكر وحمد تبن انسان نكوما حتى تدي سيبتون سرى تبين عمران نكوما دا چاك وما دا رندا وما مبيادا حدا بيلك تيجو وصدير دا وقورما وسبابا خلق ويكرمنا زان دي جوتا الله الكتاب برابر الله كتاب بسم الله كتاب كل كتاب الله سر مسابقا الله كتاب سر مسابقا من مرارة من بدين اسبت خان من بين اكتري كميات اتنائي جارو حمد نعوه كميات اتنائي جدا لا صفت بين كل نبو نبي احضر نشو بي تخبر شو بي اولاد مكان بي احضر نشو وكميات اتنائي جدا دلیل آجدنما جدا كل كتاب شكل اندام دلیل كتاب برابر نشو سورة النقل الكتاب على الله من يوم تبي على الله من يوم سيدي خلاص الشحاب بل جواب دكتور من ديزا أنا وشا كشميري كريدي خدا بوسا دو بكاش ما ديزا جواب فتحقيق فان دي بنا بكل فتحقيق فان دي بنا تنور أسيقا يو دا يونا وربن دا بنا وربن دا بنا دا فتحقيق بنا دي هذا كي أنا وشا كشميري وي بحالك دا حديث مقرعات دا دنيني وي بسم الله ولا حديث صانع ذلك وباقي عمل وكاله
رحمت ځان لري باندې محمد نو د صلوات علی النبی ځان لري باندې محمد د تشهود ځان لري باندې محمد له سره دا یو حدیث دا سری پورشن یو حدیث دی دا په عدد احادیث لري دا روایت باندې خبر راغلی لکه مثلا نزلت یو خبر او تمام او د تلوې ما چې دې دې هغه جلسا مزوب تعبیر کی په جلسا سره اوسو د تعبیر په اړه ده سره اوسو د تعبیر په مقاصد سره اوسو د تعبیر په دې کې جمع ده ګوره الفاظ مفهوم مفهوم د ټول یو دی ما څه کړو ما دا نه فهمو چې زید او قاعده په معنا د مجلس دا د ما الفاظ اوسو د نقل کړي نو دوی چې شیخ دا وي چې زید او جلسا په حال ده نبلوي کنا دیو چې زید او قاعده په حال ده نبلوي کنا دیو چې ما قصد په حال ده نبلوي چې ما ذهب من هذا المعادل تو د دې مجلس نبلوي چې انتظر په هذا المسجد مجلس مسلم قابلات کې انا کله فضیلت محمد شاکر من ذلك کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بس ذکر الله ذکر ذکر مقصد الله نو بس چا تعبیر کو په اسم الله صلى الله عليه وسلم ذکر چا تعبیر په الحمد لله او په الله نو ذکر حمد پیدا کې شروع کو مقصد الله حمد الله کیا دی تعبیر پر صلات علی النبی باندې کوله اللهم صل علی محمد و علی محمد و صلی اللہ کیا دی تعبیر پر تشہد و کوله اللہ دې په دې کار اصل مقصد دا رسول اللہ مبارک ته روایا بیتای بسم اللہ سمجھو می بیتای بسم اللہ ذکر اسم پر پیدا ما کہ بسم اللہ کا توجہ لانا نہیں اصل مقصد بیتای کیا سر ادا ذکر کرتا ہے اللہ نسا اللہ نسا ذکر اللہ سا وجاءت اسم الله واحد جلس القرآن كي يقول الله لله وجهه دابا مقصدي دابا مقصدي شامي جلس القرآن كي الحمد لله لي هبا مقصدي وشامي راشا قال لا نمكو دلوت كلي لازم هو وجهه كي دلوت راشي سواب وشوك قال لا نمكو راشي وشامي راشا تشهود كي هو رسول إيمانيات هو إقرار لي بدل حقيقة حديث سليم ونعم في مانجل من الجيو حديث نظر بسم الله كي هو الموافقات بدا أول ما نزل سلام شيء أو موافقات بدا نمور سلام شيء لا لا بدا وجه من الدوية مجدار أدام نشت الجواب دعوه جدا تروجه نبي المجدار در حقيقة در رسول الله مبارك ترجمة كرو يا رسالة مولانا سيد في كم ذلك أقواله في التعارض رجل ظاهرا نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم او بدر رسول الله مبارك قال يا عمل ما ينزشو يا غير التعارض هذا نبي عبد الصحابة وعمل ذلك ذكى التعارض عمل بالحديث النبوية نزل عدد رسول الله مبارك قال يا مدى قرم ذكى يوم حديث من خلاله بلك عمل لذلك الولاد لذلك الشعود نماجه ترجع عمل عليه الصلاة والسلام ما ينبنا مشاعر هذا قاسي وقدر في پیغمبر مبارك سمر كتابه لو قدون لي بلي باشعان وقو نو هغه شروع د بسم الله راغلی نه هم د صلوات د تشروع او چې صبر علیه السلام او سلام شو د بیو تقریر نه کړی ثواب خطبه د لوی هغه خطبه د لوی معالی دا خطبه د عید دی هغه خطبه د کسوف دا هغه خطبه د جهاد دا هر یو خطبه د لهر یو تقریر کړي هغه کې دا بسم الله محمد او صلوات د تشروع دی او ما سرت فندري ده سليمان عليه السلام ده خط مشتا انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الله قال عليه وقول مسلمين هذا من سليمان كله فتبع داخل سليمان كله شريعه وما لا ندري وما لا بقى نا في القران الذكر من غير ذكر ما لا بقى تركيا او غيره اقول يا بابا
لك بأمر ترجع عمل هذا بل أذر كتبه بسم الله هنا قد تخطني لي وشورا بسم الله مقوقف تخطني لي ولا يوم بسم الله كسرة تخطني لي وشورا بسم الله دبحرين بادشاة تخطني لي وشورا بسم الله نقول ذات كتاب لي بسم الله نجوره بسم الله تخطبه نلالا تقريره نلالا او ده في امر مبارد جميل اكثر في فتحه الرعوي وده متعدد جوابنا ولا نسيبه اقام الاثر تذكر كل وبعد الصنور بكي بعد اشتاع بعد خبر التري وبس بدي بعد اكتفاء وقمان وده تكافي بكي ان شاء الله والبدد يوم سؤال راشي تبدا حديث تتقمالي كان سؤال نجد ميرباني بدا حديث ما دوايا كان نوستاد او بدوري دي کول لون دي دي والي نو گټو دوري دي خدا سره نو کډه حاضر ته د مفصلاله نو او بیا په دې حدیث باندې یو په دې حضور دي دلا کې جواب ورکړه نو به حدیث تاسو دې کول لو امر دي والي دا سره دې نو کوم خبره کول لو امر دي والي لا يبدا فيه بسم الله وبذكر الله كل امر جيمان كل امر جيمان لا يبدا فيه ببسم الله وبذكر الله فهو اقوى هذا حضرت ابو هريره رضي الله عنه منقول ده جاء منقول ده حضرت ابو هريره رضي الله عنه او ذكر ذكره دا يولوي محدث عبد القادر البهاري دا كتاب دي 40 صحيح احاديث في هذا ذكر كده دي دا 40 ولا كتاب رواه عبد القادر البهاري في 40 دا ضرور دې کې چې سبا په تاسو بیا نشي کتابونه دا نو دا یو څه چې به یو حدیث سره دا کوي دا په خپل سره دا کوي دا په خپل سره دا ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امر ديبال لا يبدا فيه بسم الله وبذكر الله فهو اقوى بسم الله عليه وسلم رواه عبد القادر الطبراني في 40 طيب ذل كل امر في مال لم يبدا عليه لا يبدا ولك لم يبدا كل امر في مال لم يبدا فيه بالحمد اقوى كل امر في مال لم يبدا فيه بالحمد اقوى هو بدي كيشتا ابن ماجه قال الحديث اولاد حضرت ابو هريره رضي الله عنه ابن ماجه کے صحیح ہے ابن حبان کے لیے اور صحیح ہے ابو عوانہ کے درو کی دعوی رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه وابو عوانة في صحيحه ابن ماجه ابن حبان في صحيح ابن حبان كي او صحيح ابو عوانة كي بش دين بيادة ابو هريرة حديث كل كلام او امر ذي بال ورمحي كل امر وقدره ودلت كل كلام او امر ذي بال ذي بال ايه بال ذلته اذا ضرب التوجه هامن ضرب اذا ضرب التوجه مقصود به تمام استاذ ضرب فريد اهميه ده كل كلام او امر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل
ولا دیکھیں لم يبدا نلے اور لا يبدا ہو رہے دیکھیں لفظ لا يبدا ہو رہا لا يبدا بذكر الله عز وجل فهو ابدر او اقوى منك او مثل غيره دا شک دے کہ رسول اللہ مبارک ابتر ملے کا اختر ہے اقطع بمانا دا مقطوع سا نمگر کے چکر کی نمگر کمال تون دس اختر بطر کٹوالی تبیلی کی گی وہ تیراس تبیلی کی گی ناقص سا ارے ساروی تا وی کہ کم ساروی لگے پیشے ناقص بھی نا وہ کمل بھی بدنما لگی نکار بدی ناقص بھی پورا بنی نگوہ سنگا جو کل لوکال آگے کے کل لوکال میں ملے کے سر آگے او عمل الزیبا او آخر ربی کے لا یوگدا او وہ دویم کے لم یوگدا ربی کے لا یوگدا تو دویم کے لم یوگدا دیکھ سر آگے لا یوگدا ہو بذکر اللہ لے عرض ہو جائے ربی کے بسم اللہ ودی کا دوار ہو دویم کے سے عمل ہو دیکھ ذکر اللہ لے عرض ہو جائے تو وہو ابتر او اقع و شرط رہے لا حدیث مصدح نکلے رواہ احمد بی مصدح تو دیکھے دیکھے رہے ہاں بلدی ورپسید ابو حریرہ روایہ بلد ابو حریرہ دے کل جو نلاف اللہ یبدہ او پیر ورائی کل جو امر تو دیکھے کل جو کلام ہے کل جو کلام اللہ یبدہ او پیر بالحمد اللہ ورہ وقتی ہو تیر شو اگر کہ کل جو امر زیبار اللہ یبدہ پیر بالحمد اللہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدا فيه بالحمد لله فهو اجدر رواه ابو داود ابو داود او كتاب الاذكار النبوي ابن الله النبوي هو قول من الرساله النبوي كتاب شارع المسلم واخر قول من الرساله النبوي كتاب الاذكار غير من المسجود ضرور بن ذكر ذكر ابو هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدا فيه بالشهاده لكن هو شهاده كل كلام لا يبدا فيه بالشهاده هر كلام في بارك بدا بشهاده تنشي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله كل كلام لا يبدا فيه بالشهاده فهو اجزاء جزاء يوم يماري لتبع انسان كل جدا قلو في رجيلي ناقص الخلق شيء خلق وتروح ناقص كل يوم ما تجي ناقص الفاظ التعبير قلت دیگه سر آگے کل لو کلام لا یبدا فیه بالحمد لله بالشهاده لا یبدا فیه بالشهاده فهو اجدر بحبیل ابن حجر فتح الباری کرو رہے اور رضا فرحافظ ابن حجر بفتح الباری بشرح البخاری دار بلد ابو هريره روایت تھے انہیں کہا دم الفود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو هريره روایت تھے عن ابی هريره رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل قطبة ليس فيها تشاؤم كل خطبة ليس فيها تشهد فبقول لك خطبة لا تدرى خطبة تقريب لي بي أو خطبة كتاب هم لا يجيدها مخاطبين
كل خطبة ليس فيها تشابه وهي كليل الجثمة نقصان لاس وهي كليل الجثمة لا أبو داود الترمذي مسند أحمد رواه كذا رواه أبو داود وأحمد والترمذي أبو داود مسند أحمد الترمذي رواه كذا وجاكي لبدا بسم الله وجاكي لبدا ذكر الله
وجاك لفظ الذكر ولا بسم الله تعالى جاك حمل دي جاك تشهد دي جاك درود دي لاحظ استرادكم على نزيبه الذي يقول استرادون جواب في حكما قبل كلام محمد صحابة النبي رواية المعنى سلام كده لا استراد للتوفيق حكم استراد قال سبيل لي المطريق التوفيق ممكن تاريخ للتوفيق وكل آمين دي وصفر الأمر وكل كلامين وطوة سبيل الدين لا صفر الله وقاتل بجاك أفعولا بجاك أفعولا بجاك أفعولا من كل رواية كتلا مرهوم كتا سابي اسم كيلا وبخاري كرالي إنما الأعمال بالبنيات إمام بخاري بجاوي الأعمال بالبنيات إمام بخاري بجاوي العمل بالبنيات بل البخاري بقلوي لامرئ ما نوى بل يريد كل امرئ ما نوى الى غير ذلك ولا استراب ندي لدى تقاطع الشاغردا قراءة الفاظ سبب تنفذ في جملة الشيخ يا ولا ربيعا ولا استراب بل استراب ترسول يوضع لفظ ذكر الله او الذكر من الروح بل يجي لفظ بسم الله ذلك تجمع ما هو في اسم الذكر يوضع يمكن بل الحمد لله كل شهادة تعالي كل سورة تعالي كل شهادة سورة والله نجلي كيف سورة محاليس مختلف شو مثلاً أو سندان مختلف دي ولي فبادو في موصول لغار في موصول دي بادو في موصول دي رابيان كل مسؤول دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بولي وبادو في موصول دي تابعي صحابي على كره او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبول ده موجود ده مقبول ده ترى وبعد ده من كده مصلي صحابي بيقول لي بعد مقبول ده وبعد كده مستند ده ابو هريره ده او بعد كده حضرت كعب الفال يوم دي لازم تقول على يوم قريبا تبدا وقتان الصحابة لكن الآن دي يوم سنان تكاليا لن يوم بلقاء يوم قصر وي وقضب عن كالي ديبال دو اختراف دو مطلن اختراف دو مطلن مرسل دي مرسل من يدريكا مع حضيطة من آخر إثناء لي واحد وأكثر ومرسول منتفق أغا كبير دي في قرنا بيان نسوي فاق سنة يوجد موصول متصل بدل المسند بدل موصول دي دا ابو هريره بدل دا تعب دا يوم في الاعتراس يوم مصرر صحراء دو جواب في مولانا سيف جواب داري مولانا سيف جي دا حديث من ابو هريره بدل رسول الله وعلى انهم كعبوا بعد الوقت يوم حديثا
هغه مسند ما پته دا ولما تمر اعتماد کی صحابی دی کرنا نو کا رسول اللہ صحيح ده هو عوانه ولا يفكر صحيح
احمد بن حنبل فهو المستذكر لديه. ابو عوانه مقبول صحيح كثير نقل كريم. احمد بن حنبل فهو المستذكر لديه. ابن حبان مقبول صحيح كثير. احمد بن حنبل مقبول مستذكر نقل كريم. كلام ابن ذيك. ابو عوانه مقبول صحيح كثير عليك صحيح روايه. وابن حبان مقبول صحيح كثير. ذكر قال
تعبيرات خلق الله تعالى من اعتراض الخلق اعتراض الخلق شو ذا اعتراضات للذكي بيتا في مستريح مجنن دي سريمتا في حديث ضعيف دي أو سرورن دا في حديث عمل سنة وفا ولا لغي متعدد جواب متكاهي وما أرى متعدد جواب مدلتا ذيك المدلتا وصلاشو مولانا سيبتا خبر ذلك الله رابشو إذا حديث ودوجنا اعتراضه أمر الله قلت فلاشو معنى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم معنى مختصرا هذا قبيل خبر در تنقو ما كما جستاتو تقولون بكتابون بي لما دي لراشما شفا جار اسم مضاف الله مضاف إليه موجود أو الرحمن صفة أول أو الرحيم صفة ثانية. إنه تركيبات على كيفه مشهور تركيبه. مثلا في الله مخصوص كان تقول صفتين من في الرحمن والرحيم دي كان مضاف إليه الاسم في المضاف. ومضاف كان تقول المضاف إليه مجرور تجاه الصفات. وجاه كان تقول مجرورنا ذات في المستقر وغيره. ذات علوم نسي زي عامل مخصوص تصرف. متعلق المحبوب والصعب أغا متعلق المحبوب والصعب أغا مصريين وكوبيين كاختلاف داري توبي أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم يا أشعر بسم الله الرحمن الرحيم أخوي جل اسمي هو كيف ابتداء سابقا بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء إيمان المختلف وصحبة في المختلفة أو صاحبكم كذا لكم المعلومة لا خبر ومن دراسة خبر بجل اسمي هو لا محل لها من الحال والبعض من دلائل يوي أبدأ وبرد رسم يوم الفعلية بدورة ابتداء زمانی که زمانی که تجربه ایجادی به پریز و زمانی که تجربه رسیده هم آن که زنده بوده الله رو الله کنه او آدم رو بیشتر نه دارم میسپارم که دوست نیست نه حالا دلایل نه نخوری که تجربه ایجادی تو آخر وقت او تجربه رو لا تبرجينا
نور من ذكره ويجي وليد راشد من باران مكيني نور من بشيء مكيني فهو جزن فرق وكل شيء يوم صاريو دم نكيري رابطة عوام الناس إذا كان تصوير أولي وبدري وديو هذا نقول قدر كيلاني جوجي دي زنان نكام بيأسو فنانيا اگر زمانے وہ قوم کے لیے محمد علی سے ہوا اللہ نے وہ شہر کو دی تو جان کے رکھنا سمجھ لو یہ سے بے گا محمد بچے کے کا ہو گیا اگر ایسا نہیں تو یہ جو دیدار ہے جو نمک پر ہے سلا جو بوزر یہ بیزار بوزر خدا ہے تو یہ نہیں چاہیے وہ بیزار دین نہ ہوئی جدا نہ دو پیسوں نہ جانتا نہ ہو اس پر جو بیزار کے بولے تھا non agarra un mato che venga a passare a cerchi e fa quello che vuole. Ma cada sale, sì, che tu non ti fai vedere da lei. Ma è sin da più serio. Più cerca l'ara, ma da capo ancora sta piena, sta. Ho il mato di oggi, mi sembra ma. Di modo che la vede, non vede. Viviamo di più sembra ma male. Ma io c'è, non vede. Viviamo di più sembra ma. مرے نمرے وہ چلے گئے خبر مسئلہ بے گا کے وہ انسان کام سے دفتر کا ہونا مسئلہ وہ جن سے بھی مانو دے کی پیر کا مستان اگر تک بڑھ گا لگا ساو سے نمرے لے بے مر مستان کا پر دلو الحاصل خلاصہ دا خبر دا شوا کہ یا بفعل مقدر مقدر تقدیر کی رسول او یا کیسا دویم سر بعض الحضرات في فعل عام واسع او بعض فعل خاص واسع ففعل عام اغى افعال عامة جهار اسند لاربابي الركوب لو نشطر وجزت وجزت حصول اغنى فعل عام كلمة جهار عمل سلام تعال الركوب فكعب ضروري وبس كعب سلام تعال الركوب فبس كما ضروري كجامعة كما ضروري اشعروري بسم اللہ اللہم بے خاصا اذا ہم عمل سر تعریف کر دے وہ بس یہ بے خاصا روڑے پوری بے خاصا سفر کو روکے بے خاصا الفاظ امشی الفاظ کم بے لگا تاکہ کم بے خاصا اور بے خاصا بے خاصا بے خاصا بے خاصا بے خاصا او جام پیلی مطلق اصلی لکھتا تانے کی بکنائے ماں وغیر ماں مکرار وغیر مانیا وغیر کیوں وغیر بزرگ لیکن جو آپ مجھے وہ مجھے آپ اپلا کیوں دگاندار کی گروپ کی میاں سے تبجھو اور افسر لگی او جدا خاص پیلی مطلق آنا پیل لپائے ہو مجھے گا وہ پاسے جو مطلق میں پور مطلق کا جو پاسے مومنتقی خورت ہو لیکن آجی اپنا پیلی ہاں مجھے گوئے بتا کہ پیلی خاص آپ کو آلوی را سکتا dan kalian kelima pun di grup apa nama dia di bangun di sana jadi grup apa itu ya kalau bin pasti malam ini pemandu waktu bola mutalab bola waktu nanti sereste di grup ma bismillahirrahmanirrahim apa bola ada pada pada malam itu dia dan pada perintah bagi pemandu itu kan dia juga dia dia itu nama hausa waktu mereka ہاں پہ دوارو بات کرنا ہے وہ ہمارے پہ دوڑ سر ہو گئی اور یا ہم اللہ تم کو مہتا لے گا وہ بھی مہت کے گرہ مہت یہ ہلا عامل دے مہتبر عامل مہتن اور سو بھی دنر کی تو بھر ہوئی یہ شرک مہتبر عامل مہتن میں مہت کے گرہ مہتا لے لیکن تقدیل کو مہت اور تقدیل ہوتے ہوئے تدہ حسر ہو جائے کے ساتھ پہ ہوئی تو مسلم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص استعانت
صحابت نفر رو نو قلتی در مدتا چالیم و مخشیان بیار گئی مستعین رو بس و منتبر رکن رو بس مان کا وقت لیتا ہوا تا فکر تا اتر ہوئی اوکن نبی تریفت سر پر رو منتبر رکن رو مستعین رو بس حتا ہوئی اوکن رو بس جنو لحال جنو رو بس بس مانا کیوں با بچیار کے لئے استعانت دمارا بیل مستعان مانا معرفت
ذات تبارك تعالى
منتهاي سوفي مرحومي بندگان مرحومي نمبالغه بنسبة سر المبدي تناظر بذات الله بذات الله نور الرحمن الرحيم يتكلم الليل بل إلى مبالغه بنسبة سر كسر المرحومي مبتدا فمن سلم الكتب المحرومي مرحومي كتاب ثم الكتب تحكمني بدليل الدير مشي بيا مبالغه بالنسبه سر المبدي تنحو الى الاهل فلمن فسر شعر كسرت تمام من تعالى كيف ان سلم الكتاب ثم الكيرون الكيرون صوفي او زيكي عباد ملائكه جنات او فضل بحر الى كل كل نباتات وجمادات وحيوانات فدي سرد اليوم رايو كيرون نور شيء ملائكه
مقدر رسلكم بحسب فعلتي. هذه كده حسب ما أنا لله. بيقى يوجه لنا هذا دليل منه. ربكم بنعمة الله تقوم بكرة إلى يوم القيامة. من آية القرآن دي تبلغ بكرة شديدة تبلغ أو غير الرحمن تبلغ أو يا بوجهه ربكم كتابه الله في نفسه. دون آية القرآن أو في حرف الرحمن يعني ستروي وتعادل ونمو. يجي بريد الوعر.
يوم عبد الاستنجار ولي بكي كتاب الطهارة كي يوم عبد الوضوء ولي يوم عبد المسح ولي يوم عبد المياه ولي يوم عبد بكي لا نصر ولي لا مسح الرأس أو لا زور بيندل أو نقو بيندل أو مسواك أو بل أو بل أو بل لا يعني غير أنواع كي أو غير كي جنس جوري ده كتاب ده غير أنواع جنس ما غير أنواع أو ده بعدها نبيه ونما أقولي بابو سبا يوم أحد من ذا بابو المات من ذا لي يوم أحد بابو السيد شاء بابو المات شاء الرأس بابو المات شاء الخفاء يوم أحد أو ده فصل لا نبيه دي سيكونا لكن صحيح تبشكا كرو دلتا دين رو صحيح تبشكا أقدر بخاري مسلم يا ده مطور روايات جدا سنت مسألة وفقر سيئة وما سوى ذا البخاري مسلمنا يلو كتاب لهم على رواية تأيير وسلطانية أو في ذا البخاري مسلم أو في صحيح المصابين اللي ديجا كوي صحيح المشكاة كل ديجا كوي ديجا كي فهذا كتاب مجرد كوي سيئة لله نترى من نيسا وكي يوضع مسائلنا في اعتبار من حيث السنة واركي نمصدر كي فقصائل مسائل في متحد في السن في مصدر كي كاسا فسن دير مستونة كي أولئي كي سنفونا نباب بطي جورشي دير مستونة كي أولئي كي سنفونا دير سنفونا أولئي كي نورا جوري دير سنفونا أولئي كي جوري نورا عالميو سنفتي عجمي بل سنفتي فارسي بل سنفتي داتي أولئي كي من انسان دي جورشي او نوع ان يوجد ان انسان فرس فخر جنس جو في جسده جو ايوان الجنس مستمد فخر نوع اوي نوع مستمد فرسي نقول بيو تقريبا نما صحيح لك اعتبار دي ورك من حيث السن فا نما صدر جو فصل يعني دا يو سن ما صحيح دا مصدر دي كي فصل واسي ما صحيح لك اعتبار دي ورك من حيث النوع دا يو نوع مصحيح دي رول نما صدر دي كي باباب باندي مسائل الاعتبار دوار من حيث الجنس ده يو جنس مسائل دي رول ومصدر كيه بكتاب سرا كتاب مانا روي سر مانا رفضنا ولا جمع دوي ذكر ده يو جنس مسائل دي رسول بابا مدخل دوي مدخل ده يو نوع مسائل دي دخول دي يو نوع مسائل دي دخول دي او داتي دي یو نوع مسائل تا دخول کے او داخلے گئے من دخول دے مراد نہیں تا بھائی واجی دا مخبر کھولا خاتی سے ہو ویدار العلوم دیوبند تا یو افغانی تاریخ لا افغانی تو خلوصا منا ہو نو ناظرین سے ملاورا دے اگر دوی میں آپ کے ساتھ دخول کرنا چاہتا بس یہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ داخلہ لینا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ دخول کرنا چاہتا ہوں ناظرین سے بچے ہو بھائی یا میں خود پتلا آدمی ہوں یا ہونا ہوں بڑا موٹا وہ آدمی جو ہے اس کے ساتھ دخول کرنا چاہتا ہوں حاصل تھا مدرین جو باپ مت خل دوائی مدرین باپ مدرین آدھے جاؤں نوعی مسائل کا دخول کی فسل جو آوائی کرو نو دا یو صرف دا بلنا جدا ہے خلاصہ دا کلام سشوان تی کتاب قد عنوان دا وی بلا جامع تا جنس تا مسائل ہو دی عنوان دا جنس تا مسائل ہو دی تصدیر دا جنس تا مسائل ہو دی گی باقر عنوان دا وی جدا دلان دا یو نوع دا مسائل ذکر گی او قصر اگی دا وی جدا دلان دا یو صرف مسائل ذکر گی عنوان دا صرف او دلے مہتر میری جدا کر دا کر دے او دا بخاری مسلم ابواب جوڑے گی
دیر ابابیو دے کسی جوڑی کتاب دی کتاب و طہارت دے ابوا اب عنوان این دے کر دی ابابیو دے کنا ابابیو طہارت دے کتاب و طہارت دے کر دل پر نہ کمنٹ کرے گا ابوا و طہارت دے طہارت مکھے دے کے سر پا کوالی دوائی طہارت طہارت پا کوالی حدث کمیان نجاست دیوایا حکمی نجاست دی
او فضلات الاعداء فضلات الاعداء سكن المدان والي لا ياتي بريت والي على التعاليم في مسألة تمامي على نظافة البدن تجانا تأخلاق خبيثة
او دریم په حالت د سر د ټول ما سوای الله د سر باندې دا ټول باندې یسمره دې نفس او قلب او لذي بيروح او خفية وخفة وخسر وخلان خلان تقول وهارت تسير دشانا تقول ما سوى إلانا لأننا بيقول توجه قطكم أو ألا تتوجهكم غير لا توجه قطكم غير لا جاك توجهكم كما إحصالي مرتبة أن تعبد الله وأنك فلا ملاحظة قسمة شو؟ يوم دري قسمة بلوم دري قسمة نجدك على أوتسو كيولا الله نسوار كي يا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين من طهارة ظاهري سرباتني بدي راشي توبي سر كنا تالشوا ختم او تسر ظاهري كنا ختم شوا توبي سر باتني لم ختم شوا او متطهر سيغة المبارا ديدا وارق نوع تطهير راغي وابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جل تبرد عبراني ديك إشارة في إمام ترمذي ديتا بصورة أحاديث ترى رواني تقول بمفهود نبي كريم صلى الله عليه وسلم نبي كل مفهود ترسي مفهود رسول الله عن رسول الله كريم صلى الله عليه وسلم نلت رسولكم كذا سيكون هذا جب بكي وصوي دراوية محالة تنكر ذلك لانكيرا ميدا سيكون كيرا أو جب بكذا دا دا أحد فقهاء وقوار من ذلك أقوال فقهاء وقوار أقوال رواة من ذلك أقوال حديث من ذلك حسن صحيح تقديم بدل من هذا المسألة نصوات بداو في مدينة أحوال الرواد ومذكر كي أحوال الحديث ومذكر كي رواد بلو حديث أو أحوال الفقهاء ومذكر كي مدينة ويكي أرقلت انتراضا لتوردا للباب لي مقصود ذلك إذا سريف مرفو روايات رواد عن رسول الله كي جارت ستا مرفو روايات إذا مرفو روايات ما نمخ نور كتاب روكي موقوف ومشتا لكم مقتاك تمہارے لیے کتاب موقوف رمشتا مقتوع ہم پر کشتا بطبخاوی کے ہوا موتا دے مام آلی کو نمتوب کتاب بخاری نمک کے بعد آگے مرتبا موتا دے مام آلی کے موقوف رمشتا مقتوع رمشتا شہر مہانی راستا کے بخاوی مرتبے موقوف رمشتا مقتوع رمشتا امام تیر میلی ویلت ترسے اس میں پورے رایا ہے لا غير بلبل نسوالك جلالا جمعك نجواب داري جلالو شعيان كي فكرا تريد قردا للباب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتا خبر ببابا جينا وليد لي دبو خالب أول كي ها كم ذكرا لي إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين إلى نوح والنبيين من بعده هل تبرزا بابا جيد النبي والرسول ومن ذلك الفرق فيه وين؟ كيف
تلميذ احكام القران الكريم في كتاب المقدسات والسلفية وغيره. فشميخ لم يجلد وكل 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 كتاب المقدسات عليه الدروس مجروح وكلام ثلاثة ولي فإسماعيل عليه السلام مخالف الله القرآن الكريم في إعلان وكان رسولا نبيا كتاب المقدسات نبيا نريد ان نقيم اذا كان صحيح وتقاتل لكن ما تعرف مقدسات خير يقبل مقدسات خير لك او بالقبال وقت تطلع صحيح بعد او بالقبال سبيك تطلع صحيح بعد نبي أبو إبراهيم عليه السلام صحيح في إسماعيل تقربة وإسحاق تقربة وإسحاق من يعقوب تقربة وإسحاق من يوسف عليه السلام يقول في منطقة بشرية تقنين الإبراهيم ويا بأكل كتاب لأن لي هذا الدرع نمبر نمبر في معروف كتاب المنتجة تدرون إلا هو مسؤولي ضرور رجل أو كتب عندنا آدم علیہ السلام تری ادریس علیہ السلام تری شیس علیہ السلام تری ابراہیم علیہ السلام تری کوئی جائے موسیٰ ادریس شیس آدم ابراہیم علیہ السلام جو سرور دلش او سرور کتاب اللہ جنو اتر رسول اللہ فکر دی انا کدھا بخاری حدیث تے رسول تعالى وقال الشريف بأن الفاتر دلوه لمختصر رسول الفاتر
او په قرآن شریف کې د ترسي ته تا صحابه او پیغمبران په وړاندې او د ترحم په دې کې فعال شي او سر دا څو د دلیل شریف کې دي دا څه ما وایي دا د خپل پاتو سره غیر ترسي د خراب استعمالوي او طبعا دې بس اللهم صل على محمد وعلى آله او د دې په پیغمبر علیه السلام مبارک او یو صحابي دا زکات ورو هغه ته دعا کوي او تاسو ته دا اللهم صل على آل ابي طالب اللهم صل على آل ابي طالب وقال ده ابو طالب الله رحمه الله نو یې پیغمبر ته مستصحاب سره شي بہر کے اتنا خبر مدد کر رہا ہے مجھے پڑے نما دور مرکاتی دا دا کل باب راوان دے اور کتاب اسوالات کے باب اسوالات علی النبی راوان دے اللہ رکھر سبسی زدہ ہوئے دیکھو کم اسوالات سے مجلس کی یوں باقی چلی کی یو دے بزر بے تبار را توڑا تا نما محبا و فہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب مجالہ رکھر سبسی زدہ ہوئے 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 ہو